بالتفصيل زراعة وإنتاج محصول الثوم. طبعا معاد الزراعة يبدأ في سبتمبر ويستمر حتى النصف الأول من أكتوبر، ويفضل التبكير بالزراعة خلال النصف الأول من سبتمبر. أول خطوة هي تجهيز وإعداد الأرض للزراعة، ويتم حرث الأرض مرتين لتفكيك التربة وتهويتها، وطبعا في الفترة هذه يتم إضافة السماد. أهم الأصناف التي تزرع من محصول الثوم هو الثوم البلدي، وهو المنتشر زراعته في أغلب الدول. طبعا لون القشرة يكون أبيض، حجم الرأس كبير، عدد الفصوص أيضا كبيرة. طبعا بعد الزراعة بخصوص الري، الثوم من محاصيل سطحية الجذور، لا تتعمق كثيرا، يعني الجذور لا تصل إلى 25 سنتي في داخل التربة، تنتشر جانبيا في حدود من 15 إلى 20 سنتي على وجه التربة. في مرحلة الإنبات يتم الري كل 10 أيام مع مراعاة عدم التغريق حتى لا تتعفن الفصوص، ويجب أن تكون الأرض رطبة لسرعة الإنبات. في مرحلة النمو الخضري يتم الري كل 2 أسبوع. أما في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التبصيل، يعني مرحلة تكوين الرؤوس، تبدأ من 18 إلى 21 من الزراعة. يراعى الاعتدال في الري، لأن الإسراف في الري يسبب زيادة الرطوبة في الإبصال وقلة جودتها، وأيضا رداءة لون القشرة الخارجية. أيضا يؤدي التعطيش الكبير إلى صغر حجم الرؤوس، يعني يجب أن يكون هناك اعتدال في الري. وخلال الأشهر الباردة وعند توقع حدوث الصقيع، يراعى أن يكون هناك ري سريع وخفيف حتى يعني يخفف من أثر الصقيع الضار على النبات، ويمنع الري قبل تقليع الثوم بحوالي من 2 إلى 3 أسابيع. نأتي الآن لموضوع الحشائش. الحشائش من أهم أسباب الإصابة بالأفات الحشرية والمرضية هي الحشائش، علاوة على منافستها لنبات الثوم على الضوء والغذاء، مما يؤدي إلى انخفاض كمية وجودة المحصول. الآن موضوع التسميد من العوامل الهامة للنهوض بالمحصول كما ونوعا، وينصح بإضافة يعني سماد بلدي متحلل. تقليع المحصول، يتم التقليع بعد ظهور علامات النضج، منها أصفرار المجموع الخضري للنبات، وتصلب قشرة الفص، ورقاد النبات وخاصة الثوم البلدي.